فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل تنطبق أحكام المسافر على من جاء إلى المملكة بغرض العمل؟ هل تنطبق أحكام المسافر على من جاء إلى المملكة لغرض العمل، علما بأن فترة عمله محددة مسبقا بعام واحد؟ هذا ليس مسافرا، مسافر في الطريق ذهابا وإيابا، أما وقت بقائه في المملكة للعمل سنة أو أكثر هذا مقيم وليس مسافرا، يتم الصلاة ويصوم رمضان ويأخذ أحكام المقيمين. نعم.